يوسف 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 يوسف. طبعا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هتبقى قصاده سحر بس ان شاء الله يوسف ايه ده يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو دلوقتي. احنا دلوقتي مساء الخير علشان احنا دلوقتي هنتغدى او هنتعشى، فاحنا النهارده هنعمل لكم تحدي جامد جدا 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 من اللي انتوا بتحبوه وبتطلبوه دايما مننا. فبما ايه ان انتوا بتطلبوا مننا تحديات جامده جدا واحنا بنسمع كلامكم وبنعملها، يبقى توصلوا الفيديو دوت ل 200,000 لايك. لا 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 لا، انا هعمل معاكم تحدي جامد تاني خالص. في 24 ساعة بس توصلوا الفيديو ده ل 100,000. لا ده ما تخليش الموضوع سهل. استنى بس. ما تخليش الموضوع سهل. الفيديو ده يوصل في 24 ساعة ل 100,000 لايك، تطلبوا التحدي اللي انتوا عايزينه، ياخد لايكات كتير، تفاعل ماشي كتير، ينزل على طول في اليوم اللي بعده. يلا بينا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. النهارده احنا بنعمل تحدي الاكل في دقيقة واحدة، معانا منتجات كتير جدا، معانا حاجات صعبة، معانا حاجات مستحيلة، معانا حاجات جامدة جدا. هنعمل تحدي الاكل في دقيقة وهيكون في قرعة علشان احنا هنعمل فريقين والفريقين هيبقوا بالحظ. بطلوا لعب يا بابا، كل واحد هو حظه هيبقى في انهي فريق. طيب الفريق الخسران هنعمل فيه نسي يوضحها في تحدي النهارده، ان انا النهارده الليدر بتاع التحدي وكلمتي تمشي على الكل. يبقى انا الليدر. يبقى ده الليدر الكل. بعد اذنكم، مش انا الليدر؟ قول يا باشا. اللي موافق عليا ان انا ابقى الليدر يقول هي. انا الليدر النهارده يا جماعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هختار القرعه وانا اللي هختار الاكل وانا اللي هقول بس، فكله يبقى ثواني. فهنعمل تجربه دلوقتي. سكوت. بص ده الظاهر هو في التحدي. على فكره يا جماعه الليدر وربنا هترموني. وعايزه سبت دي ورحت دي. ماليش انا بتكلم. انا الليدر. ده انت استلام خلاص. بما ان حسن بيخافوا منه اكتر فهو الليدر النهارده. لا ده الليدر النهارده. دعونا نبدا الان ونشوف مين الفريق ألف ومين الفريق ب. احنا هننعكشهم خالص اهوت يا جماعه، وهنجيب خمسه هنا وهنجيب خمسه هنا، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنفتح اول اسم وهنشوف ده الفريق مين. الان نسمع لها بسيمه كبيره قوي. تشجيع من النار. عارف ايه اللي في بالك؟ لازم عليها. ده عارف انت عدي بشيتي وانت لازم عليها، بس مش هتطيع. مين هيبقى مع الاء؟ لا زياد. يسمعوا الحاجه دي قوي 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 قوي. الله وحدك اللي بتعمل ترابيط. مين مع الاء وزياد؟ الله ايه اسمعني بقى. هيكسبك هيكسبك. تعالي. لا مش هتبقى تبقى مضحك. ممكن ساعتي تيجي ورايا على فكره. عايزين نعلي حد. هو عايز يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انا يا رب يا رب يا رب. بس كده هيبقى انا الليدر. انا الليدر. حسن واحده هشه اللي عملتها. اما كنت هتعمل هشه للليدر. من حد يعرفني؟ بصوا يا جماعه، خلونا دلوقتي هعرفكم على الفريق الاول. الفريق الاول هو سحر والاء وحسن ومحمود وزياد. بسم الله. ده كده فريق الفرافير. دي فريق الابطال اللي هو زياد انجي. لا لا لا. زياد مين يا معلم؟ يا نهار اسود. ودود لاين. هو فريق فرافير عندك يا تعالى. الله مين يرتز بيتكرر. خلينا العلم الاول نعرفه على الفريق. فريق الفرافير. انا اسف يا جماعه. بعتان هنا. الاستاذه الصغيره اللي ما بتاكلش خالص ولا بتاكل. والاستاذه اللي
ودي اللي متوج على الاستاذه انجي اللي هي معزومه النهارده على الاكل معانا. والاستاذ او انت اللي فيك الامل. انا عايز اقول لك على حاجه، يا ريت ما تتفقش ان احنا هنكسب النهارده. ماشي يلا على اللي بعده. هنبدا دلوقتي اول حاجه بالحمام. معانا جوز حمام جامد جدا جدا جدا. انا اول واحد، انا اول واحد. مين هيطلع عندكم؟ انا شاطر في الحمام. احنا عايزين نركز في اللي بعد كده. ما تقلقش ما تقلقش، انا هجيب لكم. طب عايزين نعرف مين عندهم الاول. مين هيخش عندكم؟ مين؟ انت مين؟ هو في غيرك؟ مين مين هيدخل في الحمام؟ طب خدوا وقت فكروا اعملوا ان انتوا مثلا. بما ان انا صاحب الموبايل اللي عليه الستوب واتش، من هبدا لكم على طول عشان ايه يبقى في حماس. طب انا هقول حاجه، احنا نسينا نقول ان الفريق الخسران هيتذل وهنعاقبه كلنا، اللي هو الفريق الكسبان اللي هيعاقب. طيب دلوقتي اللي هيخسر في كل جوله هيتعمل على وشه علامه اكس، بحيث ان احنا ما نقعدش نقول ايه ده احنا كسبنا كام مره وانتوا كسبتوا كام مره وايه، ونقعد نخم ونعمل الكلام ده كله. فاحنا هنعمل اكس، وفي نهايه التحدي هنعد كام اكس على كل فريق. سقفك بينا يا حسن. يلا 3 2 1 اكشن. طب الوقت خلص. مرت ايه؟ خلاص مرت. لا خلاص ايه يا حبيبي، اهي لسه فيها لحمه. لا هي خلاص في ليدر، في ليدر. رغم ان محمد هو المنافس معايا في الجوله دي، ولكن النهارده بحكم ان هو يحكم مين فينا مخلص كميه اكتر. احرجني الصراحه، فانا هرجع اللي انا سربه. يا حرام يا حرام يا حرام. واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. الحماميه نفسها باينه من غير ما ترجع الصوابع. طب ممكن ارجعها لي تاني بقى؟ علمي عليه. ايه اللي بقى يا عزوز؟ بالراحه. ايه اللي بقى؟ حاجه صغنونه. علمي عليه. انا جوز صغيره. انا عامل عليكي. لا كبيره 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 كبيره. استنى استنى يا لا استنى يا لا استنى يا لا. تعالى يا حبيبي. طب اخويا يا حبيبي. طب استنى عشان ما تتمسحش. صغنونه ماشي. حاجه صغيره عشان ما تتكلوش عليه. جوزي ما تفكرش بقى. من اول هنا؟ من اول هنا عشان هو لو طول معايا. يلا يا اسود. خلاص يا نهار اسود. انت بتقولي كده عامل زي الهنود. للاسف انا طبعا بعتذر للفريق بتاعي، كان نفسي ان انا اجيب لهم النقطه الاولى، بس بوعدكم انها هتتعوض. معلش يلا التحدي اللي بعده منه الجوله رقم 6. سيبوني انا كريم. اوعى انا فين؟ انت تاني؟ ايوه. هو انتوا جايين متفرجين؟ اهم حاجه ايه؟ والله هم حرين، كل فريق لو عايز واحد عضو منهم بس اللي يكون بيلعب هم حرين. ماشي هم حرين. ممكن يا قائد ما تلعبني النهارده؟ 3 2 1 اكشن. هو ده هو ده هو ده هو ده يلا تعالى محمود. يعني انا اجيبه في الحمام وانت ما تجيبوش في الحمام. يلا ثانيه واحده هعمل له حاجه. ايه يا جدنا يا بنت اللي دي؟ وريني وريني ده بيش ده بيش. وريني وشك كده. يلا الجوله رقم 3 وهتكون كيش شيبسي. مين اللي هيدخل على الليمت؟ مين؟ مش حاسس. انت تعالى يا بطل. ادخل انا؟ لا تعالى لي. ادخل انت. ادخل يوسف. الواد طلع الواد طلع عندي. لا خليكي في حاجه جديده. جاهز يا بطل؟ جاهز يا بطل. الامل فين؟ انت الامل. صح ركزي ما ينفعش تضيعي نقطه تاني. 3 2 1 اكشن. صح عليك يا صح. هو ده الكلام. هو ده علمني
ايدك على جدع يا صاحب ده هو لسه منحكش اصلا ده هو على الرنج يا صاحب انا خلصت لا 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 ايه ده ايه ده ناخد انذار ازاي دي طب ناخد انذار لا لا بالصب ايه بقى ما هيكسب بقى اصلا ماشي هو ده يا اضرب يا عاش برافو اضرب ما ترحموش كده دي هتكون دي كده هتكون الاكس رقم 2 في فريقكم يا خسرانين وعلى فكره عايز اقول حاجه معلش محمد بعد كده لو غش هيتحط له اكس تمام اللي يغش يتحط له اكس تمام يلا يوسف استنى استنى اعمل كده يوسف ايوه اعمل كده ايوه ايوه كده عايز ما تفتحش بقى لما يقول لك ايوه بس الكاميرا كده وريني وريني ده مش انا اللي بعده انا اللي بعده اللي بعده تعالى يا زيد انت يا زيد ايوه هو هيجي انت هتخش برضه مين اللي هيدخل عندنا؟ ما ينفعش انت لا مش كده بعد اذنك لا صوابع هنا كبيره لا مش كده انا يعني حركه حلوه اهو وانتوا واحد كبير وانتوا واحد ماشي 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 اهو اهو واحد صغير وواحد صغير الله لا هات ده بقى وخد ده خليك واحد صغير وواحد صغير خليك حقاني خد واحد صغير وواحد صغير ده انت واخد ده يا جدعان صغير وكبير صغير بس عايز اشوف وحش جاهز بقول لك ايه بص كده بص لي في وشي تخيل ان انت ارسنال وبتلاعب وادي دجله هحط عليه فانت لازم تخلينا 3-1 لينا عيب عليك لازم تجيب لي نقطه حقنا خاف مني يرجع انا ايه خالد مني مش هتتحط هنا ولا هنا ولا هنا ماشي سيبوني انا بقى 3-2-1 اكشن ابدا يا زياد زي زو زي زو زي زو زي زو الموز بايظ الموز بايظ زخيار مين اللي شاري الموز ده؟ بحق الله مين اللي شاري؟ اكس الموز ده في المطاب الجد لا اكس بس مش محسوب اكس بس كده ايه خلاص لا يابا انا مالي هو مالي فعيل انا مالي عشان يعرف يشتري بعد كده الحاجه اشهد شهاده حق لمبو 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 اشهد شهاده بالحق مش التحدي ده باظ من السبب في بوظانه حسن ياخد اكس ويتحسب عليهم ان هم خسروا التحدي لا 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 ياخد اكس عشان يحسب لا دي شهاده حق احنا هنكون جوه الميزان نعرف باينه في حد يشتري موز بالموز انا بشتري موز زي كده ويطلع واحد خلاص 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 ماشي خلاص الجوله دي مش محسوبه لا 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 لا, لا. شهاده حق الجوله دي محسوبه اكس عوض بديل يلا من غير جدال ومن غير نقاش احنا بدلنا بنفس الفريق اللي كان هيلعب بالظبط زياد ضد انجي غيرنا الموز البايظ بزبادي وربنا يستر ويطلع يلا 3-2-1 الدقيقه بدات زيزو انجي زيزو انجي زيزو انجي زيزو انجي زيزو انجي زيزو انجي زيزو زيزو انجي زيزو انجي زيزو انجي زيزو 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 يلا يا زيزو بس خلاص لا يلا على الارض ده يا جدعان خلصت لا 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 الحكم بيحكم لو سمحت احكم بحق الله زياد انجي كذبت بالهداوه يا جماعه معلم بيعلم على المعلم صح جديد قوي لا معلم هو متعلم على وشه وريني محمد عينك يلا يلا هو معلش يا زوز معلش تعملي خير على وشي انت بترسمي هات يلا البدايه ايوه يلا هو عشان تبقى امور يا زياد هي كل دي اكس هي اكس ايه خلاص يا راجل ما تتحركش مع اني مش باكله بس عندنا اللي بياكله يا سحر ادخلي انت خلي بالك احنا متعدين احنا الاثنين واحد في فرق بيقول لك عايز اخش رد عليه اللي عايز يخش الفاضي انا تعال انا ايه ده مش غيرك الحق مش هينفع حد من عندنا قصاد صحه معلش ليه ده هات جنب قوي لا بحبوه بيجي لي تسمم منه مش عارف مين اللي هيخش انا سمعوني سالفه كبيره قوي بس في عجبتك جدا
انت كسبتي، انت خسرتي، احنا ثقتني فيكي واحده كده كده، ثقتك بالله. لو خسرتي برضه خليكي متفائله ان احنا في النهايه احنا كسبانين. جاهزين؟ جاهزين. 3 2 1 ابدا. الله هو ده ادينا سحر. باي 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 دور عليها دور عليها. شايفين الجلد بتاع السمكة؟ مع اني ما بحبوش بس همسكه. المفقود الي. ايه اللي اتبقى؟ ما انا متعلم. بتعملي ايه؟ يعني هلو طويلة لا سيئة مع مرة سيئة. يا كنت اقول لك على مكان كامل. السمكة راحت فين؟ في بطنها. كل ما اقول السمكة راحت فين؟ انتوا وديتوا السمكة فين؟ الجولة دي هتكون على عصير، معلش احنا عايزين نتفوق عليكم أكتر من كده. جاهزين مين يقدر يدخل في الجولة دي؟ ايه؟ هتقول هتقدر؟ ايوه يا عم خربت عليك. هندخلهم الوحش بتاعنا بقى نسمع له سقفه كبيره قوي. ايوه يلا ايوه هيتعلم على وشه. اعرف ان بعد الشهر الاكس ده. جاهزين يا ابطال؟ 3 2 1 دي ابدا. زيزو 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 زيزو. بسم الله. الله اكبر. عاش عوضك يا شيخ بطل. عوض الطير عايز النهارده. بس يا حبيبي الله اكبر. بسم الله. خدي الله اكبر. الله لسه غيره ازازتها مقفوله زي يلا يا زوز يلا يا زوز. عصارها عصارها عصارها. انت بتقول في العزيه على وشه. برافو النبي. في الخد في الخد. لا خد مين يابا؟ وقع على بقى. كبروا ايدكم شويه. ستوب ستوب. لا 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 ده ده خطا خطا. الجوله دي مش محسوبه. محسوبه. عملوا اللي هم عايزينه. بص ما تعملش اكس يا صاحبي. احنا متفقين على اكس. لا ما تعرفش. لا خدوها بشعر. يبقى ما تتحسبش الجوله. يا ما حرام ما هم صغيرين. معلش ان في اكس بس لا بفش ازاي. تعامل افش البخت صبته. ما زي اكس برضه. هي بتيجي عند قرمط وبتقف. طب انت عملت ايه؟ انت مش شايف؟ خلاص هعمل لها اكس. غمضي عينك. حاجه زي حلو كده. يوسف 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 يوسف. بص يا جماعه دلوقتي يوسف هيخش يجيب لنا النقطة دي. لا لا خلاص. اوعى 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 مش عايز. طب عايزين نعمل خطة. علشان برضه يبقى بميارة الله أنا هفضي كيس الشطة هنا وهفضي كيس الشطة هنا. بصوا يا جماعة هنا أهو اندومي مكتوب عليه اكس 2 سبايسي. جاهز يا سحر؟ اكس 2 استنى ما تفتحش يا محمد. لا استنى وريني بقى أفتح عشان صباع. شوف أنا هفضي هنا إزاي أهو. الله على الجمال. أنا عاوز أخد ده ماليش دعوة. أهو أنتوا جامدة. مين اللي هيخش عندهم؟ يوسف؟ أهو داخل ولا سيبهولي؟ بالك يوسف سريع. فعص. كاتش عليه. ايه رايك؟ كاتش عليه. يلا ماليش دعوه يا سيدي. عادي ما تقول ما هو ده زي ده. انتوا مشاكسين ليه؟ اهو انا عاوز. عندك مشكله في ده؟ معلقتي بعد اذنك. شوكتي بقى بعد اذنك. وانتوا لقيتوا كنتوا بدوسين. صمم وقال انا لازم ادخل في الجوله بتاع الكوري دي واشوف انا هعمل ايه وهجيب سكور عالي قوي. صح. فاحنا هنتفرج على اللي يوسف هيعمله. طبعا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هتبقى قصاده سحر بس ان شاء الله يوسف هيعملها. ايه ما كان حد مهموم رجالي مكلمني. لا خلاص وانا كمان. شوف عدد صوتك انا هبدا. لا مفيش تراجع. عيب عليك. امال ايه؟ يوسف حسيت راجل كاس العالم. انا بالك مش عايزك تستلم خلاك. انت خدت بالك من حاجه ايه؟ يما يا ابني ده كان فعلا مش زيكم. اه والله. طب انت تكمل لما بعد اذنكم. بعد اذنكم يا جماعه ممكن تسيبوا لي النقطه دي؟ عشان انا عايز اجيب اكس ده. لا لا يا حبيبي. انت بتتكلم عن حريه. خش. هو انت هتقعد تتكلم عن خايفه مني؟ لا خش. لا خش. 3 2 1 جو. صح.
اصل انا مش بيدي حبيبي. اوه شرف عليك. مراتي باي باي. مراتي ده ما كانش حاجه، ده ما كانش حاجه يا عيني. شايف مراتك حنينه ازاي؟ عارف انت عارف سعر كراتو كام؟ استنى استنى استنى، هو ايه ده؟ هو ده ايه؟ هشو هدوقه ده عصير ايه ده؟ انت عارف سعر كراتو كام؟ اكشف على مراتك. لا جامد. عارف خلصته في قد ايه؟ في 14 ثانيه اللي هو قبل ما تبدا. انت قصدك ايه؟ خلصت. انت بتشرب ايه؟ عصير. سيبي طب. لا ما تشربش عصير، كل حاجه هتبرد. لا انا صعبان عليا يا جدعان. لا لا عصير. هاتي يا بنتي الحلال. ده انا صعبان عليا، ده هو بيمثل. هاتي منديل. اعملوا اسم عشان وشك هيبوظ. اعملوا حط في النص كده. لا احنا قلنا اكس بس. يا عم ما هم عاملين خريطه في وشي. معلش هو انا وشي بدلاله. لا بلاش التمثيل. جاهزين ايه؟ واحد ميت هنا اهو. هو جاي لعب اصلا. لا خلي اشرب اشرب. لا بلاش ليمون. اوعى زي ما شطه وليمون. هو خد من العقاب. هو خد من العقاب. انا حاسس. طب شيلوا اللي في الميه يمكن يفوق. هعد لحد 10، ان ما قامش هنعتبرهم منسحبين. بس كل ده بسرعه والله. انت عايز ابقى كده. استنى نعمل خطه، نعمل خطه. انت مش هتعمل خطه معايا ازاي؟ انا اللي هخش. الركاب بتاعكم عيان. ايه اللي جابك انت؟ انا اللي هخش واختاروا من عندهم مخلوق. انا هخش اجيب لكم نقط عشان الاكس اللي في وشي. انا الوحيد اللي متاكسد في وشي. انت مالك؟ الوحيد اللي متاكسد. متاكسد اه. لا وزياد يا ايه معلش. جاهز يا استاذ هنهال؟ جاهزه جدا. جاهز يا استاذ محمود؟ عايش فيك انت. انا وشي بقى بصي بقى راسمين عليه خريطه. الدرج جاي عليا. يلا 3 2 1 اكشن. يلا اوبا. محمود اقل واحد بياكل عندنا. مش انت هتكسبيه، انت داخله وخد اسهل واحد. وانت بتحب الكفته محمود. ما انا هو اصلا اللي عامل ياكل التاني بتعمله ده. ايوه يلا سيب الله اكبر عليك. انت عايز تخوفها؟ A few moments later. هو انا عم انا ودي هنا. لا هو لا هو لا. اسمع لها سالفه يا جماعه بعد اصلا. شجعوني بقى عشان انا داخل الجوله دي. طب هي مش هتاخد اكس على وشها ليه يعني؟ اه اكس. اه صحيح. لا جوله يا اسطى معلش عشان هي بص افترد على الواد ده. بص عايز ايه؟ لا لا مش زي دي مش زي دي مش زي دي. لو قلنا حاجه حلوه في ودنها هتنفذها. حاجه حلوه. غاز منهم. ماشي. كبري الاكس يا لا. يا زين. يا زين. يلا. ايه رايك؟ وريني كده. ادخل بص بص. مع اني انا كنت شايلها كده. خلاص خلاص يلا. لا ادخل ادخل تعالى. يا جماعه انا عايز يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا وصلنا اخيرا وليس اخيرا للجوله الاخيره، وبعدها هنعيد الاكسات وهنشوف مين الفريق الخسران عشان نعد. ان شاء الله انتوا الخسرانين. ازاي يعني؟ يا حسن عشان الاكسات مش تعبوا. محمد عليك كميه اكسات على وشك. خلوا الالاء تدخل هي في الجوله دي بحيث ان احنا ايه هنلاعبهم بحد برضو ايه بالراحه عليه يعني ايه؟ يلا حد مش فارق. بسيط بسيط. ده معناه ان الالاء يعني ضعيف عشان اعمل لك الاكس والتمن؟ عايز هتكسبك على فكره. اعمل لك والتمن؟ مين اللي هتكسب؟ انا حابب بس اقول لك حاجه يا محمد. اتفضل. ادخل الجوله دي وعادي فاهم؟ اصل انت كده كده خسران. وكده كده مضروب. وكده كده خسران. احط الاكس فين اصلا؟ 3 2 1 0 جو. الاء 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 يلا فاضل 20 ثانية. فاضل 20 ثانية. يلا يلا. الله يرحمك. ده لسه بحالة. ده لسه بحالة. سيبها دي كده لو سمحت. هدي لي الاكس يلا. ستوب ستوب. اتفضل. لا ازاي اديتوني عليا؟ انت مراتي حبيبتي هتبقى عيالي. عاجبك برضه. انا سامحك مراتي عارفك بس بيرسم على العقاب. لا لا حاسبك
طب انت بعد لا شريره مش مسامحه ولا مش مش هتسامح مش هتسامح لازم انا مسامحه ولا لا غمض عينك في صحه الاكس لا فنايله لا فنايله عشان بيسيب لا بتشرب كده انت بتفتري كل دي اكس بس استوب بقى استوب خلونا نعد الاكسات الاكس الاولى الاكس الثانيه الاكس الثالثه الاكس الكبيره هنخش بقى على الاكسات عند انا واحد بثلاثة اكس تعادل احنا كده تعادل محمد ثلاثة اكس لوحده كده يوسف معاه اكس يبقى 4 اكس ميرة معاه اكس يبقى 5 اكس نهال معاه اكس يبقى كده 6 اكس انت زي نظيفة نجي مع الناس جيب التحدي بشرف عندنا صراحة عندنا خلونا بقى دلوقتي نقعد نرتاح علشان الفريق الكسبان هيعاقب الفريق الخسران ونشوف هنعمل فيهم ايه هروح اعمل ابو حسين من على الشارع يا حبيبي هو جاي بصوا يا جماعه بقى دلوقتي انا حابه ان انا اعلمكم الميك اب عشان لكم الاول الاكسات الحلوه دي هنجيب كده ده هنستخدمه بدل مزيل الميك اب عشان طبعا الدكتوره تطلع مزيل الميك اب نشيل كده بالراحه طبعا عشان بشره بس ايه في اكسات تانية كده احنا مسحنا الاكسات ونضفنا البشرة على الاكل هنجيب المرطب نحب نستخدم المرطب ستيفز ده عشان جميل جدا بيرطب البشرة بنحط كمية قليلة اهم حاجة كمية قليلة تفهم الموضوع صح؟ ثواني كده بص بعد ما وزعناه بعد كده طبعا عشان دخل في بوقي طبعا عشان دخل في بوقي في مناخيري بعد كده بنجيب اثنين فرشه ثواني يا جماعه في الفرشه اللي انا هجيبها دوت مصحح حواجب ثواني هتجيب البودر عشان البودر احلى انا قلت اجيب النوع الرخيص شويه عشان النوع ده رخيص جدا من الحواجب نرسم على الحواجب وصرخ بقى الحواجب لازم نبقى كده هنجيب بقى ايه فين الكونسيلر كونسيلر اهو اسمعت بقى ده كونسيلر يا جماعه طبعا جايبه نوع رخيص برده بنحط الكونسيلر تحت العين تحت العين فين العين تحت العين مش جوه العين طيب نطبطب كده اهم حاجه التوزيع لو ما وزعتيش كويس خلاص الميك اب هيغير ممكن بقى ناخد من اللي تحت نحط فوق ماشي يا جماعه عايزين بقى نحط كونتور ونجيب الكونتور فانتصمي الفرشه بتاعت الكونتور دي علبه الكونتور بس دي بقى غاليه يا جماعه عشان ما لقيتش ان هو عندي رخيص بصوا يا جماعه نجيب الدرجه اللي انا مقاديه ونصغر ايه الخدود عشان الخدود عندنا تخينه جدا بنصغر بقى الخد كده ونرسمه نجيب بقى عند المناخير عشان نصغر المناخير نعمل كده نصغر القورة عشان القورة عندنا كبيرة عايزين بقى نحط ايه بودر في البتاع مفيش مش مشكلة نجيب البودر كده تحت العين نثبت خلاص هنعمل فول ميك اب انت بتضربيه مش بتسيبيه نختار بقى انهي درجة نختار درجة دي عشان تبقى جامدة نجيب بقى فوق العين كده نوزع كده كويس العين التانية عادي مديله بالبوكس في وشه لو سمحت هنحط بقى شيمر في العين بس بنحط في صبعنا ماشي هنجيب بقى الدرجه الصفرا دي ونحطها كده يبقى يا جماعه ذكيه بتبيجي انا شايف ان كده كفايه بصراحه ثواني ناقص الرول والهايلايتر نعم انت خدت الوش بس رح امشي وشو ده بتحط فيه شفايف الله ده ريحته حلوه خلاص يا معلم عشان يحرموا يعني تحدينا تاني ماشي بعد كده بقى نطلع الرز عشان كده زهقنا بقى بصوا يا جماعه الرز لازم يترسم اهم حاجه طبعا بحب الدرجه دي جدا انا اخترت الدرجه دي مخصوص جميله بقى جاي الزكزوك اهم حاجه ما تحطوش على شفايفك عشان بيورم الشفايف تعضلوها فوق ماشي انت حد ماسك كده انك علقه ثواني عشان البلاشة لسه ما حطيتش البلاشة لا لا ما حذفتش شيت مراتي انا ده بقى بقول ميك اب مزكيه زكريا بيبي
يلا انا اسف اللي بعد وراني وراني اللي بعد يلا ايه شريف بص يا بنات دلوقتي انا هعلمكم اصول عمل الميك اب. طبعا لما بتكوني رايحه الفرح او عندك مناسبه مهمه انت لازم تبقي رايحه على سنجه 10. ما ينفعش تيجي واحده كده وتعلم عليكي وتقول لك ايه ده ايه القرف اللي انت عاملاه في وشك ده. هعلمكم النهارده بقى ازاي تعملي الميك اب في البيت مش محتاجه الميك اب ارتست. خلاص يلا هنبدا. اول حاجه احنا لازم نشيل اول حاجه الزفت اللي على وشنا عشان الزفت يزيد. اهم حاجه البشره محتاجه ان هي تبقى ايه دخل شعرنا جوه عشان خاطر لو جه عليه تنت ولا جه عليه روش هيعمل الوان وهيفكرونا ان احنا ايه عالم بيئه. احنا دلوقتي هنخش على ايه على التنت. ده هايلايتر مش ما تتكلميش بقى لو سمحت. بس هندخل على التنت وهنجيب اللون ده اللي هو لون ايه تمام. هنعمل هنا في الخدود هنا كده. انت ما دخلت على العين. كل ما تحطي اكتر يبان ان انت صرفه مكلفه اكتر. ليه؟ ما هي الواحده بتبان هي باكله ولا لا من الميك اب. ايوه صح. خلاص ممكن بقى ان احنا نستخدم لون تاني ونعمله في الجبهه فوق. ليه بقى؟ ليه؟ الجبهه لان انا مش بخيله. الجبهه ديتنا الفلوتس. يا سلام بقى لو رحتي عامله ايه بقى؟ لفه طرحتين ثلاثه فوق بعد كده بصي تلاقي نفسك ايه؟ قمر. كده احنا خلصنا اول حاجه ودي كانت الاهم بالنسبه لنا. هنقفل كده خلاص مش عايزينه تاني. هندخل على ايه؟ الهايلايتر. ده الترند انت ملخبط كل عيال. داروج؟ ده داروج؟ اه داروج. بص الروج زمان كان بيتحط يا اختي انت وهي كان بيتحط فين؟ في البوق. لا احنا هنحط على الخدود. كل ما نحط على الخدود تدينا خدود حمرا تحس ان انا ماشيه بطماطميتين في وشي. والله يعملوا فيك اللي انت عملته ده. والله لا تقوم من النوم تلاقي وشك كده. طبعا الواحده تبان اذا كانت هي مهتميه بالمناسبه او لا بنظافتها. عشان كده هنشتغل كده. عشان احنا مش مهتمين ولا عندنا اي اهتمام. والله لا تقوم من النوم. خلاص خلينا نكمل العقاب. عقاب والله العظيم لعمل لك وشك كده. طب خلاص ماشي والله لعمله لك واصوره وانزله. يلا بس انت كده انت عملت انت عملت كده. طيب انا هبص في المرايه. اولا لسه ما خلصتش. يلا علي في دمك وشها وفي حاجه. خلاص كده التحدي خلص وعقاب انا كمان خلص. خلاص ده عقاب. اكسبيني التحدي واعملي اللي انت عاوزاه هيبقى حقك. خلاص ضاع البلاي ستيشن هذا. انا مش مسكتش. خلاص راجل كسبان يا جماعه. هو في ايه؟ البلاي ستيشن. وبعدين انت زاد امل في كل حاجه. مين هيدخل معايا تحدي في جدي مع حسن؟ والله تعالوا لك انت نايم وصورك فيديو. هتصوري لي فيديو؟ اه وهنزله وانت نايم.